مش لاكو خلا فيهاش الناس شكون يسال؟ علاش الناس؟ ما سالش هو صافا عزيز بابا ما هو الله غادي بدا ها هاهم خطاش نطاح صافي لنا عدة تساؤلات الطرف أعضاء اللجنة فيما يخص المخاطرة هي اللي كتكلموا عليها صارت قايس كما تقول حنا مثلا المغربي وهذا من الأحسن وهذا المهنيين شو قدروا معاهم دق تعرفوا توهم سيطر القلب أراك الباقة في السيرافات لكن يعني بعض واحد ديناصور كبير راه داعش هنا واحد داعش فيه راه فينا واحد فيهم اللهم نصرف مع الناس ديالنا اللي هما تقريبا واحد 50 ولا 60 بزاف داعش وغتكون الحالة كاملة اللهم سرعوا وشوفوا